شاهدوا يا جماعة الكلاب الصغيرة أو الجروات، بسم الله ما شاء الله. دي منظر الجروات، حاجة روعة، بسم الله ما شاء الله. أدي الجروات، حاجة جميلة جدا. دي منظر الجروات أو الكلاب الصغيرة، هذا هي. طبعا تشرب الماء، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. منظر الجروات اهم، هم بيشربوا الماء، حاجة جميلة، حاجة روعة، سبحان الله يعني. ودي أمهم، دي منظر الكلاب الصغيرة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة جميلة، حاجة روعة. هذه الكلاب وهم يلعبوا، حبيت أوريكم المنظر الجميل والروعة. زي ما شايفين دي منظر الجروات أو الكلاب الصغيرة، حاجة جميلة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. خد زي ما شايفين، طبعا دي منظر الكلاب الصغيرة، حاجة جميلة، حاجة روعة. وهم يلعبوا مع بعض زي ما شايفين. كلب طبعا عايز يشرب ماء بس خايف شوية، زي ما شايفين. وده الكلب اللي بيحب يلعب، خد زي ما شايفين. منظر الكلاب شكلهم جميل جدا وروعة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لا تنسى أن تضغط زر اللايك والجرس عشان يصلك كل جديد وغريب في هذه الطبيعة الخضراء. ولو عايز أي فيديو اكتب لي في التعليق، تمام. وزي ما شايفين طبعا أدي الكلاب، حاجة جميلة، حاجة روعة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما شايفين طبعا دي منظر الكلاب الصغيرة أو الجروات، ليهم عدة أسامي. ودي منظر أمهم، زي ما شايفين هما دلوقتي بيشربوا ماء، بعد ما أكلوا بيشربوا الماء زي ما شايفين. طبعا هنا تكون نهاية الفيديو، تنسوا زر اللايك والجرس، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.